تحليل أوفى لأداء الأسواق العالمية. تنضم إلي نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب. أهلا بك نادية. أبدأ معك مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكي يوم الغد وقرار الفيدرالي يوم الخميس. ما الذي نتوقعه؟ اهلا رولا. طبعا نتوقع يعني انخفاض في قراءة التضخم عند 3.1%، وذلك يعني يعتبر سعر ثابت من المرة الماضية، كمان بفعل طبعا انخفاض اسعار النفط، فممكن بالفعل ان نرى انخفاض او انكماش في اسعار في التضخم. وطبعا يعني بعد قراءة الوظائف الغير زراعية يوم الجمعة ممكن برضو ان نرى ان في تذبذب في الاسواق من هذه الجهة. وطبعا بعد برضو صدور هذه القراءة شهدنا في تغيرات كبيرة في الأسواق بما يتعلق بالفيدرالي، أنه يعني كانت التوقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة منذ بداية مارس، ولكن يعني التوقعات الآن تغيرت إلى ممكن أن تبتدي في الربع الثالث حسب جولدمان ساكس أو مايو. فهذه يعني طبعا التوقعات يعني عملت تذبذب في الأسواق، والآن بس بالفعل ممكن أن نرى أن التضخم يعني طبعا ممكن قراءة أقل من المرة الماضية عند 3.2 بسبب أسعار النفط التي بدأت في الانخفاض. طب شو رأيك نادية بالذهب، يعني سلوكه بعد ما أعطانا فوق $100 فوق $2000 للأونصة رجع تخلى عنهم، مع أنه الأسباب لسه نفسها في الأسواق ولسه التوترات الجيوسياسية مستمرة ولسه عنا أيضا ترقب لما سيحدث بالنسبة لقرار الفيدرالي. ما الذي سيدفع بالذهب للتخلي عن هذه المستويات أكثر؟ رولا يعني التغيرات في الذهب كانت تريجرد من الوظائف الغير زراعية التي يعني كانت قراءة قوية عند تقريبا 200,000، ويعني قراءة أعلى من السابق وقراءة أعلى من المتوقع، فيعني عملت شوية قلق في الأسواق، عكست الريزيلينس تبع الجوب ماركت وأنه كتير قوي لسه ولسه في مساحة للفدرالي أنه ممكن يرفع أسعار الفائدة. فيعني طول ما عندنا ليبر ماركت قوي جدا ويعني فرص عمل، ويعني القراءة بينت ازدهار سوق العمل، لذلك رأينا أن الذهب يكسر مستويات $2000 إلى أدنى مستوياته منذ شهرين يعني. وطبعا ذلك بسبب بس يعني توقعاتنا لأسعار الفائدة، وممكن يعتبر كوركشن أيضا بسيط بسبب يعني الدفعة التي كانت قوية أيضا بسبب توقعاتنا للاحتياطي الفدرالي. طيب نادي آخر سؤال يتعلق بوول ستريت. إحنا شفنا الاس ام بي أغلق الجمعة عند أعلى مستوى له، لا أدري إذا كان ستستمر أسهم قطاع التكنولوجيا بدافع نحو الارتفاع. ما تنسي أيضا أنه يعني الأداء بشكل عام لسه إحنا مستنيين خلال هذا الشهر سانتا رالي، فبالتالي لا أدري إلى أي حد هذا سيدفع بوول ستريت المزيد من أرقام قياسية. طبعا مثل ما قلت يعني انه المتوقعين هذه السنه يكون في سانتا رالي. البنوك الكبرى صرحت ان ممكن ان نشهد يعني الاسهم الامريكيه كلها يعني تغلق عند ارقام قياسيه لهذه السنه، ووفقا طبعا على يعني البولش ران اللي هم كانوا طبعا فيها منذ هذا منذ بدايه شهر ديسمبر، وايضا خلال السنه يعني شهدنا ان اسعار الفائدة يعني كانت تعكس على قوة الاقتصاد الأمريكي، ولكن أسواق الأسهم ظلت ريزيليان ظلت بقوة، وعشان كده ممكن نتوقع أن ستظل هذه الأرقام القياسية بالنسبة إلى أسواق الأسهم الأمريكية. نعم، أنا أشكر وقتك وتحليلك نادية البلاسي وأنت محللة الأسواق في إكويتي جروب. شكرا لك.